أنا عملتها، جبت 4 عجال أو ممكن 3 عجال، تصنع بنقل فيها مية من هان يهان. فعملتها ب4 عجال، جبت سلكة وقصيت من الجنبان وعملتها وربطتها بالسلكة وصرنا نشيل عليها مية. هيا هذه قصفوها دارنا، كنا طالعين مشوار ما هم قصفين، جينا لقينا كنا طالعين عند دار سيدي أنا، كانوا وين دار الحلاق هناك كانوا قاعدين، فلقينا لقيناها الليلة مربع هنا، المربع كله مسحين ومسح بخيمة في مدرسة، بنجيب مية في العافية، أصلا بالعافية بنجيب مية إحنا عشان نشرب. معاناة كبيرة يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، المواطنون نازحون بالآلاف بل مئات الآلاف في الخيام وسط هذا البرد القارس والشتاء والأمطار العاتية التي لا تسترها الخيام. مجاعات أصبحت في مراكز الإيواء بسبب عدم دخول المساعدات والمواد الغذائية ونقص كبير جدا في المياه الصالحة للشرب. معاناة كبيرة جدا داخل المشافي بسبب الأعداد الكبيرة من الإصابات وقصف أيضا المراكز الصحية والمشافي. حيوانات